الناس بتخاف من الموت لأسباب كتير، يمكن عشان الموت ده بالنسبة لهم هو النهاية. طب تعرف إن الإنسان دونا عن كتير من مخلوقات ربنا، ربنا خلقه عشان يخلد؟ ركز معايا كده، أنت بتتولد وبتعيش لك 20 30 60 80 100 سنة، وبعد كده بتموت. وبحسب كل الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن مرحلة ما بعد الموت، الكلام ده لو أنت مسلم طبعا، بتقول إن الإنسان بيفقد الإحساس بالزمن مؤقتا طول الفترة دي، يعني ممكن يعدي سنة 10 100 1000، ربنا وحده اللي عارف القيامة امتى. وبعدها هترجع تصحى تاني وتفتكر انك نمت شوية وصحيت، وبعد كده بعد ما تصحى يعني هتعيش حياة طويلة. معلش انا هضطر اقطع هنا عشان اليوتيوب ما بيسمحش برفع الفيديوهات اللا نهائية المدة. الله، طب ده معنى كده ان الموت مش النهاية ولا حاجة، ده مجرد مطب على الطريق اللي بدأ من حياة الانسان الاولى لحد الخلود اللانهائي. يبقى اكيد الناس بتخاف من الموت لسبب تاني. في ناس بتقولك انا خايف اموت، هسيب ولادي لمين وهيعملوا ايه من بعدي؟ اقول لكم خبر حلو، انتوا هتموتوا، ولادكم هيموتوا، ولاد ولادهم هيموتوا، ولاد ولاد ولادهم هيموتوا، ولاد ولاد. بس مش ده الخبر الحلو، الخبر الحلو هو انكم هتتجمعوا تاني بعد البريك القصير ده باذن الله، وتفضلوا مع بعض الى ما لا نهاية من غير فراق. ناس تانية بتقول لك أنا خايف أموت عشان مش مستعد أقابل ربنا، أو وقت ما أموت ساعتها ممكن أكون مش مستعد أقابل ربنا. الله، طب ما إحنا فيها أهو، ما تستعد، إيه اللي منعك؟ أنا عارف إنك شوية ماشي صح وشوية غلط، بس طول ما فيه روح تقدر ترجع قبل فوات الأوان. أوعى تكون من الناس اللي بتبيع كل ده عشان الشوية دول. الناس بتبص للعمر على إنه عمال يخلص، وإن كل نفس بيطلع ما بيرجعش تاني، وخايفين من الموت كأنه النهاية الحزينة، مع إنك لو حسبتها صح هتكتشف إن الموت ده هو نقطة انتقالك من سجن الدنيا للحياة النهائية اللي هتجتمع فيها بكل أحبابك، بعيد عن الهموم والابتلاءات والمناغصات والمتع المنقوصة تقلبات الزمن. وصدقني مش هتفرق خالص الطريقة اللي هتتنقل بيها من السجن ده للحرية دي، اللي هيفرق فعلا هو إيه اللي بعد الموت، وده ربنا أعطانا الخيار إننا نختاره بنفسنا. أيوه، يعني أنا كده استفدت إيه؟ يعني أعمل إيه دلوقتي؟ بسيطة، 3 حاجات. 1، وحد الله ولا تشرك به شيئا. 2، لو عندك حقوق للناس ردها واطلب منهم العفو والسماح. 3، عندك كبائر او ذنوب بطلها واطلب من ربنا المغفرة. بس كده، شفت بسيطة ازاي؟ لو عملت ال3 حاجات دول مش هيبقى عندك سبب تخاف من الموت. كفاية تعرف انك رايح للي احن من الام على طفلها. وخليك دايما فاكر الحديث ده، من احب لقاء الله احب الله لقاءه.